السلام عليكم لا فامي، نتمنى تكون كلشي بخير وعلى خير، تكونوا مزيانين. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من لا سيري ار ام كارز. قبل ما تبدا الحلقه، اول حاجه تعمل تكليك على ابوني وتعمل جيم، احسن حاجه تكومونتي النقد البناء تعمل باش تفيدنا في حلقه اخرى نعملوها احسن. المهم ان شاء الله على بركه الله نبداو الحلقه ديالنا. الوحش اللي كتشوفوا معايا هو اخر ما كاين في زد 4. كيف ما كتشوفوا كابو دائما مجبد، هذا هو السيستم اللي كتعتمد عليه زد 4. لي فار اوليد كريستال، وفي بعض المناطق كنشوفوا الليد ماتريكس. شبك امامي عملاق كيف ما كتشوفوا معايا، كيتميز بالالومنيوم في الجنب اللي هو ماشي حقيقي، يعني كيكون بلاستيك ولكن كيكون مصبوغ على شكل الومنيوم فيك. باكشوك كيف ما كتشوفوا فيه واحد رادار باركينغ، وزيد على ذلك انه فيه بزاف ديال التقابي ديال الايروديناميك. ومن اللور كما كتشوفوا لا زد 4 بواحد موديل اونيك غريب في شكل ديال 2024 ولا 2025، لان واحد لا تكنولوجي خياليه، وهادشي هو اللي كيخلي ان لا فواتور تضرب 10 سنين وكتبان لك دائما مودرن. ليد اللور فارجه بواحد الفورمه ما نعرفش نوصفها، لان غريب واعر بزاف. لا سامبليسيتي نوار كامله، لوغو ديال زد 4، لوغو دي بي ام، الاس درايف، والفان اي اللي هو الموديل بالضبط اللي كاين في زد 4، لان كاين الفان اي و 30 اي و 40 اي. باقي حاليا ما خرجوش الام 100%، كنستناو الى خرجات. عندنا ديفيوزور فيه دو زيشابمون لور مخارج، عندنا البارشوك فيه مخارج ديال الايروديناميك من اللور، بلس عندنا الكوفر مغونفلي شويه، واحد الجناح اللي هو كيعملوه داخل في لو شاسي ديال السياره، وهذا هو اللي كيعطيها واحد الجماليه، واحد لا سبورتيفيتي. واحد الحاجه اخرى الى رديتوا لها البال معايا، لا بي ام زد 4 قديمه شنو كان جا فيها؟ جا فيها سطح ديال الحديد وكيتسطوى، وكان كياخذ واحد المساحه كبيره في الكوفر. البي ام ولي اول مره في موديلات ديال زد 4 ديالها خرجت سطح ديال الثوب، يعني الطي سهل واسرع وما كياخذش مساحه كبيره في الكوفر. كما كتشوفوا معايا غنفتحوا شي ما كيستغرقش واحد الثواني اللي هي كبيره، ثواني معدوده. ولينا مع سياره كابريولي ولا بلوتو كيف ما كنقولوا دائما رودستر. فوالا ثم معايا في الانتيغيور، كلاس بزاف مرتاحه، 12 باف فيها صراحه شي حاجه لا تصدمكم. لا فواتور كامله تاكتيل، كامله دي زيكرون، وفي نفس الوقت بي ام كتحافظ على لا سامبليسيتي كيف ما كتشوفوا في لو فولون. كاين شويه كروم، شويه جلد، ديك الجلد اللي ما كيعرقش اليد باش كيخليك تجبر لو فولون بسهوله اكثر. وفي نفس الوقت لي بوتون ما خلاهمش تاكتيل، خلاهم دي بوتون اللي هما سامبل، لان نتوما كتعرفوا شويه التاكتيل داكشي كيقدر يفاير الا كان سيدك عرقانه ولا شي حاجه. وعاد لي زيكرون شويه كما كتعرفوا دغيا كيتوسخوا. كاين لي كرون سونترال كما كتشوفوها تاكتيل سهله بزاف، فيها داكشي اللي تحتاج كامل، حتى لا بوزيسيون ديالك فين كاين ممكن لك تعرفها. حاجه اخرى استوس، كاينه واحد لابليكاسيون بي ام اسمها بي ام كونيكت، منها تقدر تفتح الطوموبيل، منها ديماري الطوموبيل، منها تعرف لي تراجي الطوموبيل، ومنها تعرف حتى الطوموبيل شنو دوزات ليستوريك ديالها كامل، يعني من نهار تشرات، من نهار اللي خرجت من لا ميزون حتى النهار اللي تبع لك تينا ولا انت تشريها مع شي واحد. المهم فوالا هنا الميديا باش تكونيكتي التليفون ديالك ولا يو اس بي ولا كارت ميموار. كوميونيكاسيون يعني سوا عندك لا بي ام اسيستونس، يعني وقعت لك شي حاجه كتعيط لا ميزون بي ام اللي كاينه في الالماني. نافيغاسيون نفس الشيء، تعرف راسك فين كاين. حنا في طنجه دابا حاليا، انا كنزومي بكل سهوله ونعرف راسي فين كاين بالضبط باش تشوف لي ديستيناسيون ديالك. المهم خفيف هاد السيستم عندها بواحد الشكل واعر. المهم هنا كنشوفوا لي زانفو على السياره، يعني ستاتيو ديال الفيكول الا وقع فيها شي مشكل ولا شي حاجه. كنشوفوا الريغلاج ديالها الا بغينا نريغلو ليكليراج دومبيونس، كما تشوفوا معايا بالليل كيفاش كيكون. كاين تعرف البروفيل ديال الكوندكتور، يعني انت ككوندكتور كيفاش كتبغي السياره، واش بغيتيها سبورتيف، واش بغيتيها سامبل، واش بغيتيها هذا. المهم بلعاد بلا 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 ما نزيد عليكم. المهم هنا لي زابليكاسيون اللي تقدر تانستالي فحال شي تليفون، كاين هنايا بي ام دبليو اسيستانس، تقدر تانستالي فيسبوك، تقدر تانستالي يوتيوب اللي بغيتي. بون كما كتشوفوا معايا هنايا كاين لينوكس، كاين جلد، كاين بلاستيك، بلاستيك قاصح بزاف. بي ام دائما كتعمل على واحد الصلابه وكتحس كلشي ديالها قوي ومركب مزيان، ما كاين لا تقرقير لا حتى شي حاجه. دونك دابا غندوزو ليكرون اللي هي مهمه عندنا اللي هو العداد. دابا اول حاجه انديماري الطوموبيل. او شيت،
سيدي دابا عندنا مود سبور كونفور ايكون ايكو برو يعني ايكونوميك من الاخر بلا ما نبقى نطول عليكم ندخلوا في لي ديتاي دي ديتاي وكاين سبور بلس حنا غنختاروا سبور بلس فوالا اسمعوا الصوت اوه نايس غنشوفوا هنا العدد السرعه 260 في كونتور بسيط 20 40 60 100 ما طلعوش 120 مشاو ديريكت 140 200 260 فيهم لي ضيع الوقت والعدد ديال التور بار مينوت كما كتشوفوا وصلت ل 7 حتى الترتيق هذا واعر كونسوماسيون ديالها على حسب السوغان ديالك كون عز عليك لاكسيلاسيون دريفتينغ اللعب لان كتعطي دريفتينغ بواحد الشكل ما كيتصورش طويل كتزلقي بواحد خصوصا الا طفيتي لو اس بي عندنا هنا بزاف ديال البوطون بوطون ديال او اس بي باركينغ رادار عندنا ستارت ستوب يعني الطوموبيل واش تبقى تسكت بوحدها ملي توقف شي بلاصه عندنا هاد لا سوري هادي باش تتحكم الا ما عزيزش عليك التاكتيل وعندنا كلك بوطوني باش تتحكم سواء في ميديا سواء في هوم ولا ماب ولا اي حاجه بغيتيها بلوس لي زوبسيون اللي تختار ولا ترجع عندنا هنا بوطون باش نطلعوا السطح ونشدوه بوطون ديال الباركينغ احسن حاجه تخلي السطح مفتوح لان دابا الحراره ثم كتعرفوا والاجواء واعره دابا حنا في التيست درايف دابا حاليا فرميلات طونجي الجوغزال معنا السير الشرقاوي تبارك الله عليه معنا الله يبارك فيك من المشجعين ديالنا صحه وراحه السير الشرقاوي هادشي ناضي سال طرف فينا الريح مزيان ياك السير الشرقاوي المهم السياره كما قلنا 200 دخيل الايفان شي حاجه توب لوكس كابريولي مرتاحه بزاف دو بيرسون غير انت وصاحبك ولا انت وصاحبتك ما كاينش اللي يصدعك راسك حرية وفي نفس الوقت الا بغيتي تكسيري كتعمل مسيو مود سبور كتعمل السينيال تشوف واش ما كاين حتى شي واحد اولا يا سلام ما شاء الله ما شاء الله اولا لا موتور 4 سيلندر الدراري 4 سيلندروس ما يسحبكم شي 6 6 راه على ما اخر 4 سيلندروس 200 دالخيل ما شاء الله السياره مرتاحه بزاف كونفورتابل كتحس راسك حاني الارض بزاف هذا هو لافونتاج اللي كاين في زد 4 بزاف المميزات تميزات بهم زد 4 كيف ما كتعرفوا نتوما اول حاجه لا سونوريزاسيون زادت بواط هذه كما كتشوفوا سيكونسييل دوبل امبرياج التيراج ديالها توب ما كتعطلش ما كتاخذش واحد الوقت اللي هو كبير بزاف وهذا اللي عاطيها واحد الموتوريزاسيون اللي هي واعره السياره فعلا ما فيها شي فين تخبع بزاف لان سي اون فاتور غوتستر ولكن الا نهضروا حقانيه على الغوتستر الغوتستر شنو هي سيارة غودستر بكل ما تحمله الكلمة من معنى لي باليت كيبدلو بالزربة لا فاتور كتحس بها الموتور ديالها مرتاح غطاش ديالها اولا لا على على صوت فيها بزاف دابا هادي سونوريزاسيون اللي كنعرفهم بلا ميزون يعني ماشي تبدلت موديفي فيها الا بدلتي وموديفيتي فيها خلاص شوف 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 اولا لا كتسمعوا ديك بام بام اللي كتسمع ما شاء الله لا اكسيلاراسيون كما كتشوفوا معايا في كونتور دوزيام او لا لا واو 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 ما شاء الله ما شاء الله السيارة عندها واحد انسيابية واحد الايروديناميك في الطريق ماشي عادية عريضة بزاف جبار في الطريق واخا كديزاكتيفي الاو اس بي المره الاوليه ولكن الا ديزاكتيفيتها بزاف المرات هذيك ساعتك هضره اخرى علاش لان واو 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 لا لا السيارة كتسنى كي كتبدل تخيل كنقص لا باليت دغيا دغيا كتعطيك شوف شوف ها فوالا ها واو دو طوموبيل خفيفة 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 بزاف في ردة الفعل ديالها وهادشي دور الرئيسي اللي كيلعب هادشي هذا هو الجير بوكس ديالها اللي هو بوات فيتاس ديالها خفيف واحد الدرجة ما كتصورش خفيف في التيراج ديالها خفيف حتى ملي كتكون ماشي يعني دابا حنا مود سبور باغ اكزومبل غنقلبوه كونفور وغنشوفو الصوت كيفاش سكتات الطوموبيل شوفوا ولي كونفور في المود سبور كونفور كونفور تخيل معايا دابا سبور لا هي كونفورتابل في جميع اتجاهات مي حتى لا سونوريزاسيون ديال الموتور سمع دابا انا ماشي دوزيام في المود سبور شنو كونفور كتسكت ما عرفتش شي
الدياغنوستيك ديالها كيفاش كيحسب هاد القضيه هادي كيفاش الطوموبيل كتسكت وحتى الفيتاس ملي كنكونوا ماشيين الا كتشوفوا معايا بزاف كتعطيك انها ماشيه بدوزيام مزيره في موتسبور لان كتكون خص تكون ريفوليسيون ديما طالعه الموتور عامر داك الساعه ولكن فواحد اللحظه هي الراسه كتبدل عرجعوا موتسبور شوف ها هي كتزير كتكرات باش كتخلي الموتور في اي لحظه يقدر يتيري وما كتعطلش عليك وهذا افونتاج كبير كانت المرسيدس مفوقه على البي ام في ولكن دابا حاليا البي ام 2020 عرفت المشكل الناي لان في دراج ريسين كنجبر البي ام والمرسيدس كيخرجوا مع بعضياتهم بحق في الرولين ريس ان الطوموبيلات بجوج ماشيين في 60 في الساعه كتجبر البواط فيتاس ديال المرسيدس دائما تسوق على لي مارك اخرين والبي ام حاولت توصل للتكنولوجي اللي عملت المرسيدس في الجير بوكس ديالها من ناحيه ديال لا سبورتيفيتي في المرسيدس اي ام جي لا بي ام دابا حاليا وصلها لا ومع العلم ان هذه ماشي ام 100% الام 20 اي لان باقي ما كايناش الزد 4 ام اللوكين ديالها كما كتشوفوا واعر بزاف لي فاغ في الزد 4 اللي شفنا قبل كانوا لي فاغ بشكل هكذا الفاغ كتجبروا ناس قلبوا هما الشكل ديال الفاغ ردوه واقف باش ربحوا مساحه كبيره في لو كابو وحتى في لا كالوند قدام باش كتبان لا فوتور عريضه اكثر لان كل ما كبرت لا كالوند كل ما كيبان الوجه ديال السياره كبير اكثر بالنسبه للكونسوماسيون ما تسقسونيش عليها لان ما نقدرش نعطيكم واحد الحاجه اللي هي يعني مثاليه ولا اكزاكت لان علاش السياره الا كنتي ماشي بمود كونفور ماشي مرتاح طبيعي السياره ما غتكونش عندها واحد الكونسوماسيون كبيره لان دائما الريفوليسيون ديالها ما كتفوتش شي واحد ونص جوج اما الا كنتي دابا وسع المود سبور وكتعمل دريفتينغ دابا وسع هنا كيشكل فرق كبير من ناحيه الكونسوماسيون ديالها ولكن استمتاع السياره عندها واحد استمتاع انك تشبع بشويه انك تشوف الدنيا كتقدر تعلي راسك تشوف السماء ما كاينش شي حاجه اللي يعني كتحجب لك الرؤيه وفي نفس الوقت كيضرب فيك الهواء مزيان تقدر تبرد بالليل تقدر لو بغيتي تضرب فيك الشمس مزيان تحس راسك انك بحال كتسوق موتور وفي نفس الوقت الى كسيريتي السياره كتبدل كومبليت وهادشي هذا عطيها واحد الميزات كبارين ياك سي الشرقاوي فايدا وانا عاد كيعجبني في لافونتور كتفكرني في واحد البنت هي لا كونسوماسيون بحال بحال كونسوماسيون بحال بحال لا كتعري هي تعريكم الا كسيريتو عليها صراحه الله وماشي غير هي اي طوموبيل اسونس راه تجيب رونو كليو و اسونس و تبقات كسيري عليها تعريك خاصة لو قلتي لان الطوموبيل كتعطيك اللي عندها كتفتح اللي عندها شنو بغيتي وفي لوتوروت ما كتكونسوميش علاش لان كتكون دابا مثلا هي فيها مثلا نعطيو مثال 7 ولا 8 ديال الفيتاس انت ماشي ب 120 في لوتوروت هي كتدخل هذيك الستيام ولا الويتيام ولا السيزيام وكتمشي ب 120 ما كتبقاش ماشيه مزيره يعني كتمشي ريفوليسيون طايحه بحال اللي ماشيين حنايا دابا بواحد ونص وهذا هو لافونتاج اللي كيخلي الكونسوماسيون طايح دونك الا ربحتي تبديلات اكثر كتربح لا كونسوماسيون قل وكتربح الريفوليسيون طايحه قل يعني حتى الموتور ما كتفرسيش عليه بحال اللي ماشي مدردب باغ كونط في المدينه بدل 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 هذيك اللي كتبقى تعمر عمر برومي او بدل عمر دوزيام او بدل عمر ثوازيام او تبدل وهي ماشيه دونك ما كاينش اللي كيلعب دور رئيسي في كونسوماسيون قد هذه الريفولوسيون اللي كتشوف خليتيها في واحد ونص جوج جوج ونص السياره ما تاكل والو طلعت أربعة خمسة من فوق تما كتكونسومي اكثر هذا مثلا انتينا كتكون انتينا انا رديت البال في السوغان ديالك دائما مود سبورت تقريبا عزيز عليك السرعه والطوموبيل انا بيديها كتعجبني السرعه بزاف دابا السياره ها هي عملنا لها مود سبورت بدلات كنكراتيولا شنو كتعملها ها هي كترطق شنو ملي كتسيري عليها كتجبر ريفوليسيون طالعه على اربعه هاي طالعه باقا ما بغاتش تبدل هي عاد بدلات حتى زولت رجلي من الاكسيليراتور شوفوا خاطر عامره شويه ثم كتشوفوا معنا الريفوليسيون مزيان ديال السياره والسرعه ديالها كيفاش كتطلع والطريقه هي كيفاش كتحكم انا انا مزوليت هي بوحديتها كتبدل ما معدلاش مانويل ما عدلتها شي حاجه ما شاء الله حنا في طنجه حاليا الاخوان اشقر اللي كيعرف اشقر الدنيا غزاله طوب الطوموبيل مرتاحه بزاف عاملين مود كونفور الى عملنا مود سبور نسمعو الصوت كتر ها فوالا كتفتح